ثلاث عمليات ضد إسرائيليين في القدس العربية المحتلة خلال الساعات القليلة الماضية، إذ استشهد المواطن محمد نايف جعابيس على مقود الجرافة التي كان يقودها إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بشكل كثيف، بعد أن اصطدم بحافلة إسرائيلية أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين. وبعد ذلك أطلق فلسطيني النار واختفى على مجموعة من جنود الاحتلال قرب الجامعة العبرية، أصيب واحد منهم بجراح خطيرة. وتلا ذلك عملية دهس 3 إسرائيليين من قبل سيارة فلسطينية في وادي الجوز بالمدينة المقدسة، وتمكن سائقها من الاختفاء. ويأتي ذلك في الوقت الذي أصيب فيه عدد من المصلين المقدسيين بجروح بالغة خلال اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى ومحاولتها إفراغه من المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين في الساعات الأخيرة. نحن نرى في ذلك جريمة نكراء وكبيرة، التعدي على حرمات المسجد الأقصى المبارك ومنع النساء من دخول المسجد ومنع الرجال دون سن 45 من دخول المسجد الأقصى، محاولات الاقتحام المستمرة والمتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، كلها تنم عن تصعيد إسرائيلي خطير ومحاولات لفرض قضية التقسيم الزماني والمكاني. وكانت قوات الاحتلال أغلقت منذ ساعات الفجر بوابات المسجد الأقصى وشكلت حماية لمجموعات متتالية من المستوطنين الذين اقتحموا المسجد يتقدمهم عدد من كبار الحاخامات، مما اضطر مئات المصلين المقدسيين إلى أداء الصلاة في الشوارع والطرقات وسط انتشار كبير لقوات الاحتلال. طحونا باب الزهر، طلعنا وضربونا بالكامل كنابل، والله يغير هالحال بأحسن حال يا رب. أنا بدي كل الأمة توقف معنا، مش بس إحنا نوقف، يعني حرام إنه إحنا نضل هيك والناس كلهم نايمين، لازم كل الأمة توقف معنا يدية واحدة، إذا ما كناش يدية واحدة عمرنا ما منتصر. وتسود المسجد الأقصى ومدينة القدس العربية المحتلة حالة من التوتر الشديد إثر دعوة جماعات استيطانية متطرفة إلى تكثيف اقتحام المسجد الأقصى وإقامة الفعاليات التلمودية عشية ذكرى ما يسمونه خراب المعبد. يوسف المحمود، التلفزيون العربي السوري، فلسطين المحتلة.